بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايز اقول لك سر ما حدش يقول لك على المنصه دي، اغلبنا بنتكلم عن المغرب والجزائر عشان نجيب المشتركين ونجيب كومنتات ونجيب لايكات. ارتحت يا معلم، عجبك الكلام؟ جميل جدا. دي حقيقه على فكره، احنا بنتكلم عن المغرب والجزائر وبنتكلم على مصر وبنتكلم على تونس وبنتكلم على الاهلي والزمالك والرجاء والوداد وكل الفرقه عشان خاطر نجيب مشاهدات. ما حدش على المنصه دي بيعمل فيديوهات لنفسه يا ابني يا حبيبي، بس مش مهم، المهم ان انت ايه، فوق الجميع. طب تعالى، بما انك فوق الجميع وتعالى بقى، بما انك بتقول لي مضمض بقي قبل ما اجيب سير الحفيظ الدراجي، بص انا عارف، انا الحاجات دي، ان انت ممكن معتقد ان انت بسم الله ما شاء الله شعب الله المختار، بس انا عايز افهم بجد، يعني دافع على حد طريقه منطقيه شويه، يعني مش تقول لي مضمض بقك والكلام ده، انا عايز افهم بجد. معلش انا حفيظ الدراجي اخترع الذره وانا ما اعرفش؟ يعني حفيظ الدراجي بروفيسور مثلا في جامعه عالميه مثلا وانا ما اعرفش؟ والله العظيم بجد انا بتريق. انا عايز اعرف، عشان لما تيجي تقول لي مضمض بقى كنت بتكلم على حفيظ الدرجي، حفيظ الدرجي فعلا يا ابني عنده مشكله مع اسم المغرب. والله العظيم بجد حفيظ الدرجي فعلا عنده مشكله مع اسم المغرب، وفي ناس كتير جدا كانوا بيقولوا لما النظام كان مطلق حفيظ الدرجي، حفيظ الدرجي كان عايش في المغرب والمغاربه كانوا بيستقبلوه احسن استقبال، وما اعتقدش انك عندك جراءه تنفي الحاجات دي. بس حفيظ الدرجي لما رجع لحضن بلده قرر ان هو يمشي مع السياسه، وهي السياسه افضل اي حاجه تيجي في المغرب اديها، والله افضل اديها ده، وحس الناس دايما ان احنا افضل، حس الناس دايما ان احنا افضل من كل العالم، حس الناس دايما ان احنا بسم الله ما شاء الله، حتى لما المدير الفني بتاع منتخب يمشي يبقى احنا احسن منهم. مش عارف احنا احسن منهم دي في ايه، اللي هو تيجي تقول لك اصل انا اكلم صديقي وحيد خلوزتش، صديقي وحيد خلوزتش بقى النهارده، صديقي وحيد خلوزتش، نفس الوحيد خلوزتش اللي كان بيقول ان انا كنت في الجزائر بتعرض لنفس المضايقات الصحفيه وكنت بتعرض لعدم المهنيه الصحفيه في الجزائر، دلوقتي بقى صديقك، دلوقتي بقى صديقك. ليه؟ اصل انا قلت من منتخب المغرب، ولما اتكلمت على التطبيع اتكلمت بس على المغرب، ما شفتش انت الدول الثانيه اللي مطبعه غير المغرب. لما نانت وباريس سان جيرمان لعبوا كاس سوبر في فرنسا، انا عن نفسي كراجل كنت بحترمك جدا كان نفسي اشوف لك موقف فيه، كان نفسي اشوف لك موقف واشوفك بتتكلم، بس للاسف ما اتكلمتش. كان نفسي اقول ان الراجل ما ركبش الموجه في ماتش المغرب والجزائر، بس انت ركبت الموجه في ماتش الجزائر والكاميرون. اسف لما قلت للجمهور اصل والله احنا اتغلبنا بسبب كوره، لقيت الناس لسوعوك قال لك لا والله احنا اتغلبنا بسبب مؤامره وفي مؤامره كونيه والكلام ده. لا احنا ما بنصدقش الكلام ده، لا بنصدق الكلام ده يا حبيبي، بدليل ان اكبر قناه رياضيه موجوده عندك في الجزائر منزله لك فيديو امبارح بتتكلم فيه على مؤامره من لوبي سهيوني علشان خاطر منتخب الجزائر ما صعدش كاس عالم، وانت مصدق ام الهبد ده؟ هو فما تجيش تقول لي لا ما حدش بيضحك علينا، لا بيضحكوا عليك حبيبي، والله بيضحكوا عليك، انتوا بتعملوا فتنة. خلاص يا عم سيبنا في عنا واخلع من هنا، بس انت اعلامك الرياضي مركز في اقاله مدرب منتخب المغرب، عندك شويه مراهقين بيتكلموا على ان المغرب خذلت وحيد خلوزتش، خانوا وخذلوا، انت بتقول ايه؟ دي رياضه، لو انت ما تعرفش حاجه اسمها رياضه، الرياضه فيها مدير فني بيتم اتفاق معاه بمناسبه ان هو هيدير منتخب زي منتخب المغرب، هنعمل عقد يصيغ الكلام بتاع الاتفاقيه دي، احنا اتفقنا وعملنا عقد والناس شافوا ان في فسخ عقد بالتراضي مع واحد كلازيتش، ان الراجل خلاص المغاربه مش طايقينه والراجل مشي. لا والله اصل هو كان بيسب المغرب وكان بيشكر فينا. انت بتقول ايه بجد؟ والله انا عايز افهمك، انت بتقول ايه؟ لا والله العظيم انت بتقول ايه؟ يعني بيسب المغرب وبيشتم فيك؟ طب وحتى دي كمان بتطلع فيها انا انجاز لنفسك؟ انت للدرجه دي يا ابني ما عندكش انجازات خالص، وانت للدرجه دي ما عندكش حاجه خالص، يعني الدرجه دي هتموت وتحط نفسك في اي انجاز؟ بس عادي مش مهم. وانت قلبت علينا ليه يا ابني؟ انا ما قلبت عليك ولا ما قلبتش عليك، انا حتى لما حفيظ الدراجي كان كل المشاهدين اللي عندي جزائريين كنت بقول نفس الكلام عليه، وبرضه بقولت نفس الكلام على فوزي رجع لما طلع اتكلم على الجزائر والعاب البحر المتوسط. يا ابني انا مفيش حد كسر عيني يا ابني، عارف ليه؟ عشان انا مش ماشي في القناه دي بطبل لجزائر، ولا ماشي في القناه دي بطبل لمغرب، انا ماشي في القناه دي ما يهمنيش اي حاجه غير ان انا اقول رايي، رايي اللي هو هتقول لي انت مصر بتتدخل ما بين الجزائر والمغرب ليه؟ هقول لك وانت نفسك جاي تسمعني ليه؟ بطلوا ام ازدواجيه المعايير دي، بطلوا ام الازدواجيه، وهرجع تاني واقول لك القفله بتاعت الكلام اللي بيحب اللي انت بتحبه هو ايه؟ اتكلم عليها عشان مشاهدات؟ اتكلم عليك عشان مشاهدات. وعايز اقول لك سر، انت اكتر جمهور ساذج موجود على المنصه دي، واكتر جمهور ساذج بيتم استهدافك من قبل بعض يوتيوبر لا يفقهوا شيء في اي شيء ومحتواهم بيكبر علشان خاطر انت جمهور ساذج، بتسمع كلمتين يرضيك فبتعمل لايكات وبتعمل سبسكرايبات وبتكبر قنوات. انت اكبر جمهور ساذج، انت عمرك سالت نفسك السؤال ده؟ هم ليه بيترجتوا الجزائر كلهم؟ عشان انت اكتر جمهور ساذج موجود على المنصه دي. كلام يزعلك؟ كلام يزعلك، بس مش مهم، انا طالع علشان خاطر اقول الكلمتين دول، طالع عشان خاطر اقول ان فعلا
كان في تركيز غير طبيعي من قبل الاعلام الجزائري على اقاله وحيد خليلزوتش علشان خاطر يتم التبرير ان المغرب خونه والمغرب غدارين والمغرب بيكيلو مدير فني وصلهم كاس عالم. تاني وتالت ورابع، انت مصري بتدافع على دول متطبعه زيك؟ اه انا مصري، بس انت من شهرين ثلاثه كنت بتقول لي ان المصريين دول اخواتنا حبايبنا، دلوقتي لما بقيت بقول فيك كلمه حق انا شايفها وجهه نظري بقت دلوقتي مصري مطبع. مش مهم يا عمي، انا مش عايز ابقى حد ومش عايز ابقى صديق حد، انا عايز بس اقول اللي انا عايزه في القناه بتاعتي. عجبك اهلا بيك، ما عجبكش سكه السلام يا ابن عمي، وهتلاقي هناك 7000 يوتيوبر بيتكلموا عليك ان انت احسن شعب موجود في العالم ده كله. وانت حبيبي انت التاني، انا مش هقول الكلام ده على المغرب ولا اقول لك ان المغرب احسن بلد في العالم ولا المغرب افضل شعب في العالم ولا الحاجات دي. احنا هنا يا ابني لما بنطبل بنطبل اه، بس ما بنوسعهاش قوي كده. لو عجبك الفيديو بقى براحتك، ما عجبكش اه براحتك برضه.